مرحبا متابعيك الكرام مباشرة على قناة شوف تي في في هذا البث المباشر للتلقيح كوفيد كورونا اللي غنشوفوا أول الملتحقين وأول الناس اللي غادي يديروا الجلبة اللي غيدوا التلقيح مباشرة من مدينة سيدي بنور. هنيئا لساكنة مدينة سيدي بنور وهنيئا لكل فعاليات المجتمع المدني وكذلك للتلقيح اللي غادي يبدأ بالأطقم الطبية دائما مباشره على قناه شوف تي في لتنقلكم في هذا النقل المباشر بحضور المندوب الاقليمي دكتور عبد الرحيم عبد العظيم الرمح. كما كتبوا الان عمليه تسجيل بحضور اطر طبيه وكذلك عن إدارة المستشفى الإقليمي بسيدي بنور والمندوبية الإقليمية بسيدي بنور. هذه العملية اللي غتباشر عليها أطر متمرسة على في هذا المجال. الآن غادي كما غندخلوا لقاعة التلقيح. هذه هي قاعة التلقيح، هي هذه اللي كتشاهدوا معنا أول جرعات، أول جرعة، اول جرعه هي هذه اللي غيتلقاها الدكتور ابو اليتيم مباشره من مدينه سيدي بنور بالمركز الصحي. كما كتبوا معنا اول جرعه بهذا اللقاح ستكون للدكتور ابو اليتيم طب خاص. هنيئا للمغاربة أجمعين بهذه بهذا التلقيح. هذا كما كتشوفوا الآن أول جرعة من يد الممرض مصطفى والدكتور جابر عن المركز الصحي وبحضور لجنة من المندوبية الصحية الإقليمية بسيدي بنور. أول جرعة أول جرعة من للدكتور على بركة الله. على بركة الله أول جرعة. غادي ناخذ التصريح لدكتور أبو اليتيم. دكتور أبو اليتيم تم وصل معنا على قناة شو تي في، أش ممكن تقول لنا الإحساس ديالك وأنت كتلقى أول جرعة من هذا يعني ديال كوفيد؟ هذا شرف كبير ليا بالنسبة لهذه العملية هذه، خصوصا وحنا شحال هذه وحنا كنتسناو هاد الجلبه باش تجي، والحمد لله هي جات البارح واليوم درناها يوم الخميس. يعني كيفاش الاحساس ديالك وانت اول واحد في اقليم سيدي بنور كتلقى هاد الجرعه؟ بخير وعلى خير الحمد لله، فرحان وكنحس بواحد يعني الشعور بانني غادي نكون ان شاء الله محمي من المرض ديال كوفيد اللي هو في الحقيقه يعني تكرفص على عباد الله. شكرا للدكتور. الله يحفظك تبارك الله عليك. كذلك هنيئا هنيئا كذلك ثاني جرعه هي اللي الدكتوره اطار الصحي بالمندوبيه الاقليميه رابعه الرحلي. اول عنصر نسوي يتلقى الجرعه الثانيه، ثاني جرعه او ثاني لقاح. يعني للاطر الطبيه بالمستشفى المركزي بسيدي بنور. فرحة عارمة وابتسامة على وجوه الأطباء وعلى الأخت رابعة
كما كتشوفوا انها سعيده وكتضحك الابتسامه على وجهها انها غدير الجرعه. انطلق الان بالمركز الصحي بحضور اغلب الاطقم الطبيه للمدينه في انتظار ان تشمل الحمله باقي الفاعلين في الصفوف الاماميه. اذا التلقيح انطلق الان بمدينه سيدي بنور بحضور الأطقم الطبية ورجال الصحافة هنا بالمركز الصحي. هنيئا لسكنة سيدي بنور بهذا اللقاح وكباقي المدن المغربية. الأخت ربيعة عن الإدارة، كيف الشعور ديالك وأنت كتلقي أول جرعة؟ أو ثاني جرعة بهذا اللقاح هذا، وشنو هو الاحساس ديالكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فرحانين، وانا فرحانه بالاخص بان بنكون اول امراه من الجهاز ومن الاطر الصحيه المندوبيه ديال سيدي بنور اللي نتلقى اول جرعه من اللقاح ديال الكوفيد 19، وهذا شرف كبير ليا، وهذا انتماء ديالي لوزارة الصحة وانتماء ديالي للمغرب بلادي اللي كان حبه وكان عزه. وهنيئا صاحب الجلالة اللي تطوع وكان أول من تلقى اللقاح، وإحنا ما إحنا إلا وراءه دائما وأبدا، وإحنا فرحانين. أش ممكن تقولي للمرأة المغربية؟ كنقول المرأة المغربية ما كانت كبيرة في البلاد ديالك. المغرب كيحترم النساء ديالو وكيقدرهم وكيساويهم مع الرجل، لا في العمل ولا في المناصب ولا في المرأة المغربية. هنيئا لك بمغربيتك، وهنيئا لك بانتمائك الى الوطن العزيز المغرب. شكرا. الان كما غادي نشوفوا الدكتور طبيب الاسنان سي عثمان، دكتور عثمان اللي ثالث جرعة يعني الان غادي نحاول ان نشوفوا الدكتور اختصاصي في الاسنان اللي غيعطينا كذلك الشعور ديالو هو كيتلقى الجرعه ضمن الصفوف الاماميه. هما الهيئه الطبيه في هذه الليله المباركه السعيده بعد ما عطى صاحب جلاله الانطلاقه اليوم الانطلاقه الفعليه للقاح. شكرا. وحنا اللي كنقدر نحس به دابا واحد الفرحه، بان نحن يمكن الشعوب الاولى في العالم العربي ولا في افريقيا اللي قدرنا ناخذوا هذه الجرعه هذه، والحمد لله هذا بفضل صاحب الجلاله، ونطلبوا لنا الحملات تدوز ناجحه وكل شيء يكون بخير وعلى خير. شكرا. اش ممكن تقول للاطباء الاخرين والناس؟ يعني خص كل شيء يكون يجي، لان هذه مساله وطنيه غتحمي لنا الوطن ديالنا وتحرك لنا الاقتصاد ديالنا، ونقدروا نزيدوا شويه هذا التاخر اللي خدينا شويه معطلين. شكرا دكتور. شكرا. الان مازال كنباشروا عمليه اللقاح ثاني، يعني كما كنشوفوا امراه رجل، هذا شيء يشرف الهيئه الطبيه. كما كتشوفوا رابع جرعه. كما كتابعوا معنا دائما متابعينا الكرام مباشرة من المركز الصحي بسيدي بنور اللي كتشوفوا ثاني امرأة أو ثاني من العنصر النسوي في هذا اليوم المبارك السعيد بعدما أعطى انطلاقة الفعلية صاحب الجلالة اليوم.
كما كتشوفوا معنا دائما نتابع ان كما كنشوفوا كذلك قيدوم الاطباء بسيدي بنور يعني الدكتور الحلومي من قيدومي الاطباء بسيدي بنور الذي سيتلقى الجرعة كذلك. نتمنى الدكتور يعني الدكتور الحلومي المعروف عليه بالابتسامة الجميلة والدعابة ومن قدماء الأطباء بسيدي بنور الذي نتمنى له طول العمر. غادي ندير عملية التلقيح ما زالت مستمرة للأطر الطبية. مرحبا غادي نشوفوا كذلك بعد الإخوان. أنا معنا أن الدكتورة صابرة طيبة طب الأطفال كما سبق الإشارة العملية مستمرة وكما تشاهدون فالمستفيدين في هذه الليلة هم الأطقم الطبية والأطر الصحية بمدينة سيدي بنور الذين يشغلون الصفوف الأمامية قبل أن متابعينا الكرام دائما في هذا البث المباشر اللي كنقول معكم الآن كما سيكون لنا موعد يوم غد إن شاء الله على الساعة 8 صباحا ليكون تلقي أحد الأطر أو الصفوف الأمامية للدرك الملكي والسلطات عملية التلقيح دائما. السلام عليكم دكتورة. السلام. شو الشعور ديالك انت قبل ما تدخلي ديري اللقاح؟ شو الشعور ديالك انت قبل ما تدخلي ديري اللقاح؟ شنو هو الشعور ديالك قبل ما ديري اللقاح؟ هذا واجب وطني واجب نعملوه باش نديروا الوقايه من هذا المرض اللي الصراحه عينا منه وخصنا ضروري نلتجئوا لهذه الطريقه باش ان شاء الله ننتهي معاه. شكرا دكتوره. كما كتتابع معنا الان دائما مباشره على قناه شوف تي في غنسولك هذيك الاخت اللي السلام عليكم شنو الشعور ديالك انت من بعد ما خديتي الجرعه؟ الحمد لله دابا خدت الجلبه خدت الجرعه الاولى كنحس عاديه ما كاين شي تغيير ما كاين شي الحمد لله اعراض عاديه. انا كنا كنتسناو في هذه الجرعه باش نديروها باش الحمد لله نديروا الثانيه باش نرتاحوا من هذا بحكم المهنه ديالنا في هذا كنا معرضين بزاف الصفوف الاماميه معرضين بزاف الامراض وكنا انا من الناس اللي خط الفيروس. شكرا شكرا. الان كما كتتابع معنا دائما مباشره من المركز الصحي بسيدي بنور بهذه العمليه اللي كانت بحضور المندوب الاقليمي الدكتور عبد العظيم الرمح. كذلك كما كتشوفوا ما زالت العمليه مستمره عمليه تسجيل عمليه تسجيل مستمره. دائما ومباشره كما كتشوفوا ان الاجواء
يعني الضبابة، يعني الأجواء، يعني كاين الضباب الحمد لله، ولكن جاءوا لتلبية نداء صاحب الجلالة. كما تشوفوا الجو يعني كاين الضباب جاءوا باش يؤديوا الواجب الوطني ديالهم. كما تشوفوا ما زالت عملية التسجيل مستمرة. متابعي قناة شوف تيفي دائما ننقل لكم بالصوت والصورة مباشرة من مدينة سيدي بنور كباقي المدن المغربية، ننقل لكم بالصوت والصورة. دائما متابعينا قناة شوف تي في نلقاكم بالصوت والصورة مباشرة من هذا. كما كتشوف مازالت عملية التسجيل، عملية التسجيل مستمرة للأطر الطبية وشبه طبية، أطباء اختصاص يعني الآن معنا الدكتورة أمينة اللي غتوضح لنا أكثر الأجواء لهاد العملية ديال التلقيح اللي بسيدي بنور، كيفاش بدات ومن شكون اللي مستفد بها، ويعني وكيفاش مرات العملية اليوم عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنشكروا الصحافة على هذه التغطية الإعلامية لهذا الحدث العظيم والكبير اللي كتشهدوا بلادنا، وكيف شفتوا يعني بعد الانطلاقة اللي اعطاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لبداية التلقيح، فسيدي بنور هي كباقي أقاليم المملكة توصلنا بالتلقيح في الأسبوع الماضي وبالدفعة الثانية يوم الأربعاء، وكما ترون جميع الأطر الصحية هي مجندة من أجل إنجاح هذه العملية، وقد قمنا بحصر لوائح جميع الشغيلة الصحية سواء في القطاع الطبي الخاص أو العام من أجل بدء عملية التلقيح. وكما ترون فقد بدأنا أولا بالذين هم في الصفوف الأمامية الأطباء والممرضين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، ونتمنى أن يعني هذا الحدث أن يلقى صدى جيد لدى جميع المواطنين، ونحن من هذا المنبر نقول بأننا كلنا مجند من أجل إنجاح هذه العملية، وذلك من أجل أن يستفيد جميع المواطنين في إقليم سيدي بنور من عملية التلقيح. وشكرا. في الأسبوع الأول الفئة المستهدفة هم الناس كما قلت اللي في الصفوف الأمامية، الأطر الصحية والشبه الصحية الذين يعني يفوق عمرهم 40 سنة، وكذلك الناس اللي كيشتغلوا بالداخلية ورجال الأمن، وكذلك قطاع التعليم، هادو كلهم اللي السن ديالهم فوق 45 سنة. وبالنسبة للمواطنين الفئة المستهدفة في هذا الأسبوع الأول هم الناس الذين يفوق السن ديالهم أكثر من 75 سنة، وهاد التلقيح سوف يكون يعني في 17 ستاسيون ديال فاكسيناسيون، يعني 17 محطة في انتظار يعني إعطاء الضوء الأخضر من أجل انطلاق التلقيح في جميع المراكز الصحية اللي هي 30 على مستوى الإقليم. كاين بعض الناس اللي متخوفين من اللقاح، كيقول لك يعني اللقاح يعني خدام، شنو يعني عارف هذه الإشاعات اللي كتوقع، أش ممكن تقول لهم؟ حنا كنشوفوا أنكم أنتم الأولين تماما. من هذا المنبر نريد أن نطمئن الرأي العام
بأن هذا اللقاح هو ضروري جدا، ضروري جدا من أجل باش نحميو نفوسنا من هذه الجائحة اللي بسبب ديالها بزاف ديال الناس يعني عانوا، سواء صحيا أو اجتماعيا أو ماديا أو يعني في جميع المجالات كلها تأذت بهذه الجائحة. وكنقول من هذا المنبر هذا اللقاح راه ضروري، والدليل بأننا كنقولوا بأنه ضروري وضروري وكنأكد على يعني كنسطر على باللون الأحمر، وأننا احنا الأولين اللي كنا سباقين باش نستفدوا من هذه عملية اللقاح. وطبيعة الحال فنحن أدرى يعني الأهمية ديال هذه العملية هذه، وكيف مشوا في أول كيف جاء اللقاح يعني سلمنا تقريبا على الساعة 6 صباحا مباشرة من وراها جميع الأطر كانت مجندة باش نقوموا بعملية تقسيم على جميع المراكز الصحية، وكانت تنسيق ما بيننا وما بين الناس ديال الداخلية وجميع يعني جميع المكونات الأخرى من أجل يعني واش يكون واحد التنظيم وباش نضمنوا بأن اللقاح سوف يعني وصل لجميع النقاط على جميع أقاليم إقليم سيدي بن نور. شكرا. كما تابعتوا معنا يعني اللقاح اللي في المستوى تطلعات الساكنه، الان غادي نستقبلوا الدكتوره صابره لطب الاطفال. غادي نستقبلوا الدكتوره صابره عن طب الاطفال كذلك من الاطر الصحيه باقليم سيدي بن نور، اللي غتعطينا الشعور ديالها وهي من اول النساء باقليم سيدي بن نور اللي كتلقى هذه الجرعه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا بعد انطلاقه اللي اعطى صاحب جلاله للتلقيح ضد وباء كورونا، احنا اليوم بدينا في سيدي بن نور، وحنا فرحانين بهذا القرار الملكي انه الشعب المغربي كله ان شاء الله غادي ياخذ اللقاح ديالو، غنتمكنوا ان شاء الله من المحاربه ديال هذا الوباء ان شاء الله باذن الله. وحنا جينا كنا الاطباء ديال سيدي بن نور تنحاولوا كنا باش ناخذ جرعات باش انطلاقه تكون ان شاء الله في سيدي بن نور، كل المواطنين اللي خاصهم يجلبوا ان شاء الله يجلبوا في سيدي بن نور. شفتوا الناس اللي كيتخوفوا من اللقاح؟ لا علاش يدخل، بالعكس تبقى ديما على مر التاريخ تبين بان الوباء ما يمكن نحاربوه الا باللقاح، وهذا الشيء تبتو الامراض اللي كانت من القديم انا ما يعني ما حاربوها الا باللقاح، اذا وباء الكورونا تو ما يمكن نحاربوه الا باللقاح، لذلك خاص الناس كلهم يجربوا ان شاء الله. شكرا دكتورة صابرة على هذا التدخل ديالها. كما كتشوفوا الان ما زالت العملية مستمرة. انا غادي نستقبلوا الدكتور جابر عن طبيب رئيسي بالمركز الصحي بسيدي بن نور. دكتور، كيف الاحساس ديالك وانت كتستقبل الجرعه ديالك، وكيف كتقول للناس اللي خايفين هذا الوباء؟ الاحساس ديالي هو انه بعد الانطلاقه الرسميه اللي اعطاها صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله للتلقيح ضد وباء كورونا حتى نحافظ على أرواحنا وأرواح أرواح المواطنين المغاربة والقضاء على هذا الوباء، فإنني جد فرح وإنني أشجع المواطنين وأدعوهم للتلقيح ضد الوباء حتى نحاصره ونقضي عليه إن شاء الله. شكرا دكتور عبد الله. دكتور جابر عن المركز الصحي، دكتور جابر اللي كان من ضمن الصفوف الأمامية اللي كنا كنتابعوه يعني في لجنة كوفيد، اللي كان من الناس اللي أكثر عرضة لهذا الوباء هذا، كما شفتوا الآن الدكتور شهلي. دكتور انت دابا دقيتي البرا، دقيت الجرعه ديالك الحمد لله، اش ممكن تقول لنا الاحساس ديالك؟ هو الاحساس ديالي يعني كجميع المغاربه
حنا اليوم فرحانين بهذه العمليه اللي بديناها، وحنا الاولين اللي بدينا هذه العمليه هنا في سيدي بنور. وكنتمنى من جميع المواطنين يتبعوا هذه الخطوه هي، لان هذه هي الطريقه الوحيده اللي يمكن باش نحصروا هذا المرض. جانب الاجراءات الوقائيه الاخرى اللي ولا بد منها، رغم بان خدينا الجرعه الاولى وحنا مازال غادي ناخذ واحد الجرعه الثانيه ان شاء الله، ومن بعدها يبقاو الاجراءات الى حين استكمال التلقيح ديال جميع المواطنين، ومن بعد منها نطلبوا الله غادي يكون الفرج. بالنسبه للناس اللي متخوفين من هذا اللقاح هذا، اش ممكن رساله اللي توجه لهم وانتم كاطباء، يعني انتم الاولين اللي تلقيتوا هذه الجرعه هذه؟ واحسن رساله وهي احنا الاولين خدينا الجرعه، يعني يكون كان شي حاجه اللي غادي تكون ماشي في الصالح ديالنا، احنا الاولين ما يمكنناش نديروها. وهذا اجراء اختياري ومقتنعين به بان اللقاح فعال وهو السبيل الوحيد باش نقضيو على هذا المرض. شكرا دكتور. كما كنت معنا الان، مازال مصطفى السي مصطفى، نحن كأطر طبية بالمركز الصحي لسيدي بنور. السي مصطفى، بالنسبة باش شفت اليوم على عملية اللقاح، اش ممكن تقول لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذه الانطلاقة الفعالة بالنسبة للتلقيح ضد كوفيد، ونتمنوا من جميع المواطنين يجيو للمراكز الصحية ويقوموا بهذه العملية، لأن هي الوحيدة اللي غتقضي لنا على هذا المرض، والحمد لله والشكر لله. شكرا ل كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر عملية التلقيح اللي تابعتوا معنا في هذا اللقاء هذا، بحضور المندوب الإقليمي الدكتور عبد العظيم الرمح على هذه العملية، والإشراف عليها كما شفتوا أن الأطر الطبية كانوا هما السباقين لهذا اللقاح هذا، كما سيكون موعد كذلك يوم غد إن شاء الله في صباحا مع الهيئة السلطات المحلية ورؤساء المصالح. كما كتشوفوا ما زالت عملية التسجيل، ما زالت عملية التسجيل مباشرة هنا بهذا المركز. غادي نستقبلوا الأخت رابعة عن المندوبية الإقليمية. رابعة، السلام عليكم. مرة غادي نستقبلوا رابعة، استقبلناها كأحد مستفيدات من الجرعة، الآن الأخت رابعة كإطار بالمندوبية الإقليمية لصحاب سيدي بنور. كيف مرت عملية التلقيح بالنسبة للدكاترة؟ السلام عليكم. والحملة، ما نقولوش حملة، غنقولوا هي واحد الحصة ديال التلقيح اللي استفد منها واحد العدد كبير ما يناهز 20 واحد، ما بين الأطباء والممرضون اللي تابعين لوزارة الصحة وأطباء تابعوا للقطاع الخاص. الحمد لله لا سيونس دازت بخير وعلى خير، كل شيء جلاب، كل شيء فرحان، كل شيء ما كاين لا مضاعفات ولا
حتى شي حاجه اللي خايبه ولا اعراض جانبيه ولا داكشي كاع التخوفات اللي كنا خايفين منها ما كاين منها حتى شي حاجه والحمد لله. انا كنت اول وحده جلبت ثاني وحده واول مره جلبت وانا كنهضر معكم دابا وانا بخير وعلى خير ما حاسه حتى بشي حاجه الحمد لله لانه هذا هو السبيل الوحيد اللي كاين عندنا باش نتغلبوا على هذه الجائحه ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه اللي افتقدناها بزاف وبزاف وبزاف. افتقدنا الاجتماعات ديالنا وافتقدنا الافراح ديالنا والحفلات والاجتماعات والاعياد مع العائله. الحمد لله هذا هو السبيل الوحيد وانا كنشجع كل مواطن وكل مواطنه باش يديروا التلقيح بلا تخوف بلا حتى شي حاجه دونك داروا. صاحب الجلاله كان هو الاول الرائد الاول كما العاده وكما ديما ودارها والحمد لله الامور كلها بخير. حنا درناها اقتداء به والامور راهي بخير وعلى خير والحمد لله. شكرا لاخت ربيعه عن المندوبيه الاقليميه للصحه كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر من مدينة سيدي بنور. بقيت واحد صافي ننتظر في انتظار المندوب انتظار الدكتور عبد العظيم المندوب الإقليمي للصحة كذلك اللي غادي ياخذ الجرعة. مباشرة على قناة شوف تي في كما كتشوفوا العمليات التلقيح ما زالت مستمرة هنا بمدينة سيدي بنور رغم الجو كما كتشوفوا يعني جو جميل الضبابة هذه يعني كما كتشوفوا يعني الضبابة هنا في هذه الأجواء هذه كما كتتابعوا معنا الآن ما زالت العملية مستمرة عملية التسجيل كما كتشوفوا ما زالت عملية التسجيل مستمرة في هذه الليلة الباردة بحضور عدة منابر محلية. كما بعد قليل سيكون السيد المندوب الإقليمي دكتور عبد العظيم سيتلقى الجرعة ديالو سيتلقى الجرعة المجانية كما تيقولوا أن اللقاح هو لقاح مجاني. دائما ومباشرة على قناة شوف تي في سنقلكم بالصوت والصورة مباشرة من مدينة سيدي بنور. دائما نحن ننتظر ننتظر جرعة للمندوب الإقليمي للصحة بسيدي بنور الدكتور عبد العظيم الرمح. Yes.
متابعينا الكرام دائما كما كتشوفوا أن متابعينا الكرام في هذا البث المباشر تحية للزميل رشيد بن يزة دائما مباشرة كما كتبوا معنا في هذا البث المباشر في هذه الحملة الطبية كما كتبوا معنا في هذا البث المباشر أن المندوب الإقليمي بسيدي بن نور سيتلقى كما نقول الجرعة المجانية على أساس أن باش الناس يفهموا أن التلقيح راه مجاني التلقيح مجاني وكما كتشوفوا يعني الصهور الأمامية هما اللي كيتلقاو الجرعة اليوم أن الدكتور عبد العظيم دابا واخا صورتو هو الاخر ديرو هو قضاء راهم مراولين في الواجهه نديرو قوالب ديال المونتاج دائما يا بو ماشي ولي في الواجهه كما كتشوفوا الدكتور عبد العظيم يتلقى الجرعة دكتور عبد العظيم انت الان خديتي الجرعه من كيفك كيف الناس كيف باقي الدكاتره سيد المندوب ممكن توضح للناس على هذه الجرعه هذه جرعه مهمه لان هي تلقيح باش ما نمرض الكورونا حنا الناس ديال الصحه لان حنا هما اللي الاولين يعني ديما عندنا لو ريسك باش نمرضوا به دونك خصنا نديرو والناس المواطنين خصهم يديروا تما باسكو حيت ما كيتلاقاو معنا حنا اللي خدامين في الصحه بالنسبه للناس اللي متخوفين يقول لك ان ما عندهم الناس يتخافوا غيتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وغيديروا الجلبه حنا درنا حنا راه كنخافوا ولكن غادي نخافوا على شي حاجه اللي مزيانه ما يمكنش مهمه بالنسبه للتلقيح واش مجاني ولا مؤدى عنها دكتور باش نعرفوا مجاني مجاني 100% سيدنا قالها وحنا كناكدوها اش كتقول للمواطنين كنقول لهم خصكم تجلبوا لصالحكم وصالح وليداتكم وصالح والديكم شكرا دكتور عبد العظيم رمح المندوب الاقليمي للصحه اللي كما اكد ان التلقيح مجاني وان كذلك الاخت ممرضه بالمركز الصحي بسيدي بن نور اللي كذلك تلقى الجرعة ديالها مباشرة من مركز الصحي بسيدي بن نور مركز التلقيح وكما تابعتم معنا أول جرعة تلقاها الدكتور
أبو اليتيم. هنيئا للمغاربة بهذا اللقاح. إن شاء الله هذه الجائحة هذه اللي غتبعد لنا. السلام عليكم، شنو الإحساس ديالك وتي كتلقى؟ أجي هو الحصى برا نحيدو من الصداع. لا تسمي صافا، شنو شعورك وتي كتلقي هذا اللقاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كأي طرف وزارة الصحة، أنا كمسؤولة ما خفتش من كوفيد. كيفاش غنخاف من التلقيح ضد كوفيد؟ حنا هنا ككوادر صحيه كنصحوا الناس جميعا باش انا ما يتلقحوا وما يخافوش، باش يحميوا نفسهم ويحميوا عائلاتهم ويحميوا المحيطين بهم. كيفاش حنا درنا هذا المجهود الكامل وحاربنا على جميع الجبهات المرض بنفسه، كيفاش غنخافوا حنا من التلقيح؟ التلقيح ما فيه حتى شي ضرر، وانا تلقيت التلقيح مباشره انا كنعمل استجواب، يعني ما كانت عنده لا مضاعفات ولا حتى شي حاجه. انا كننصحهم جميعا باش انهم يتلقحوا وما يخافوش. حنا الحمد لله محميين، حتى في حاله اذا وقعت شي مضاعفات راه كاينين اساتذه ودكاتره متدخلين اللي غيسيطروا على الوضعيه بشكل جاد وفعال وبجميع الامكانيات الممكنه. غير باش نوضحوا للناس ان كيقول لك اللي دوز كورونا ما كيجذبش، انت دوزتي كورونا وتجذبتي. انا من الناس اللي دوزوا فعلا كوفيد، وكنت في الصفوف الاماميه وعملت في شبكات ديال مكافحه كوفيد، كنت في لينيتي موبيل، وعملت عاوتاني في الوحده الثابته، كنت كندير تيست رابيد وكندير تيست اونتيجينيك. وفي هذيك اللحظه اللي انا اترابيت هذاك لو كوفيد، في ديك اللحظه فاش اترابيت كوفيد خديت الامور باريحيه، خديت العلاج ديالي، تبعت تعليمات ديال الاطباء، خديت هذيك لاغام كلها اللي كيعطيو الناس اللي كيعطيو للناس المصابين بكوفيد، والحمد لله حنا خدينا لا غيريزون وخدينا سيرتيفيكا دو غيريزون ابري لاتانت افيك كوفيد. حاليا احنا كانوا عطاونا واحد لا بيريود ديال اون سيمين باش اننا نتلقاو التلقيح. علاش؟ حيت حنا كنا حاملين الفيروس ما عندناش علامات، كنا دي بيرسون اتان دو كوفيد اسيمبتوماتيك. سكيفي انا راه غير في لو موا 12 كان فيا كوفيد، انا في لو موا 1 كنتلقى الجرعه الاولى، وابري 28 جوغ عاوتاني غنتلقى الجرعه الثانيه، وحاليا الحمد لله ما كنحس حتى بشي حاجه. ننتقلوا نرجعوا للقاعه. الان غادي نرجعوا للقاعه. لا كيقول لك يحس بالمزود غير المخبوط به. الان اللي دق لهم الجلبه كاملين ها هو غادي يجلبوا ليه، وكنتمنى انهم يجوا كاملين يجلبوا ليه. ده الزيادة. فين بغيت؟ فين بغيت؟ انا بالي ندير اتب. لا اللي بغيتو. لا اللي بغيتو. قول لي اشربها. لا لا انا ما نعرفش انا. الرش اللي ترش شي فان شاء الله. ان كما كتشوفوا ها هو البيرسون بيكو ها هو غاتتر بيكي ولا اون تران دو تيكي. الحمد لله جد سهله. مصطفى انت من الناس، تفضل، انت من الناس اللي كنتي في الصفوف الاماميه في كوفيد وكذلك وتعرضت جربتي كوفيد. بصراحه انا تعرضت هذا المرض ديال كوفيد، وهو في الحقيقه مرض جد صعب، والحمد لله الوسيله الوحيده اللي نحاول نقضيو على هذا المرض هي اللقاح. لهذا اللقاح هذه فرصه لنا، فرصه الوحيده لنا باش نقضيو على هذا المرض، بالاضافه الى الوقايه والتباعد. ممكن تقول للناس وحنا في الصفوف الاماميه ودرنا التلقيح، لهذا خاصهم سيدنا راجل دار التلقيح، خاصهم حتى هما يديروا الجلبه. شكرا وصالحهم على هاد الكلمه. كما كتشوفوا
أن اللجنة المشرفة من المندوبية الإقليمية للصحة كذلك اللي أولا وقبل أن نختم هذا التغطية الإعلامية لقناة شو تي في بكل صراحة أود أن أشكر سيد المندوب الإقليمي على التواصل وعلى استجابة ويعني دائما معنا في التواصل ومن اتصلنا به بالخصوص عملية اللقاح إلا وعلمنا بالتوقيت المناسب ومدلنا جميع المعلومات وكذلك رفقة الأخت رابعة عن المندوبية الإقليمية للصحة اللي كان وجه لهم الشكر الجزيل ونتمنى لهم مشوارا جميلا وطيبا وكذلك في خدمة الصالح العام حتى تنتهي هذه العملية بسلام. متابعي قناة شو تي في لم يبقى لنا سوى أن ننتظر لكم موعدا آخر يوم غد إن شاء الله صباحا من أجل عملية اللقاح مباشرة من المركز الصحي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في بث مباشر آخر.